عرفتي بقى انا بعيد ليه؟ عرفت، بس انا ما كنتش متخيله الموضوع يبقى كده. هما ما بيعرفوش يعيشوا غير كده، متعودين على المكسب والخساره. زي ما تقولي كده، الموضوع بالنسبه لهم بقى ادمان. هو انت ممكن في يوم من الايام تبقى زيهم؟ صعب. والا ما كنتش بعيد. انا عارفه انك بتحبهم، مع انك مش مبين لهم ده يا صالح. دمي دمي يا آية، أهلي وعيلتي وعزوتي، محدش بيختار أهله. على الأقل خليك جنبهم الفترة دي، هما أكيد محتاجين لك. أنا هفضل جنبهم لحد ما ورق السفر بتاعي يخلص. صحيح، أنت ليه ما قلتلهمش على موضوع السفر ده؟ وأنا اللي بحترم ذكائك يا آية، في إيه؟ ما أنا لو قلتلهم بابا هيمنعني، مش بعيد كمان ممكن يحبسني. الموضوع لازم يجي مفاجأة. المهم بس يلا قومي عشان اوصلك لحد البيت.